تحياتي يا أصدقائي، ما لحقنا نفرح بخبر انضمام اللاعب والمحترف في الدوري السويدي أيهم أوسو إلى منتخب سوريا إلا وسمعنا منذ اليوم باكرا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أيهم أوسو لن يستطيع تمثيل منتخب سوريا لأنه لعب مع فريقه بالكيان فريقه السابق طبعا في مباراة ودية كانت، وبالتالي نعرف نحن الوضع في سوريا وأن هذا الموضوع بالنسبة للسوريين هو خط أحمر، وبالتالي طلع الكلام أنه لن يستطيع تمثيل منتخب سوريا. أنا جبت لكم الخبر اليقين والمعلومات الأكيدة بهذا الفيديو. إذن يا حبايب القلب، مثل ما حكينا أيهم أوسو قيل اليوم ومساء أمس على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الزملاء الإعلاميين وبعض المتابعين قالوا أنه أيهم أوسو لن يستطيع تمثيل منتخب لعدة أسباب، من أهمها أنه لعب مع فريقه السابق في مباراة لم تكن رسمية، مباراة ودية بالكيان. هلا أنا طبعا بحكم عملي كإعلامي طبعا أي خبر بده يطلع فلازم أتأكد منه أنه هل هذا الموضوع صحيح، هل هذا الموضوع يؤثر على وجود اللاعب مع منتخب سوريا. يعني نحن مبارح ما صدقنا فرحنا كمتابعين أنه هلأ إجانا مدافع بفش الخلق. تواصلت مع مسؤول في اتحاد كرة قدم وهو المسؤول الرئيسي عن جلب أيهم أوسو وغيره من اللاعبين إلى منتخب سوريا، فقال لي بالحرف الواحد: أيهم أوسو عندما ذهب ولعب في تلك المباراة فلعب مباراة ودية، ويعني كانت هذه المباراة الودية وفق القوانين تبع الفريق وعلى جواز سفره السويدي، وركز على هذه الكلمة، وبالتالي هذا الموضوع لن يسبب مشكلة في انضمام أيهم أوسو إلى منتخب سوريا. يعني هذا كان الرد الرسمي من قبل هذا المسؤول في الاتحاد السوري لكرة القدم. طبعا أنا قلت له أنه أنا رح أنشر هذا الموضوع رح أحكي فيه، فقال ما في مشكلة. هذه القصة حسب ما قال لي أنه لا تسبب مشكلة للاعب، وبالتالي اللاعب سوف يمثل منتخب سوريا، فقال لي اطمئنوا يعني الأمور تحت سيطرة اتحاد كرة القدم، وبالتالي أنه اللاعب حيكون موجود بأيهم أوسو. هذا هو الرد الرسمي وهذا هو الكلام على ذمة هذا المسؤول موجود باتحاد كرة القدم، وهو مسؤول كبير أيضا، يعني مسؤول أيضا عن هؤلاء اللاعبين وله يعني اليد الكبرى في عمل اتحاد كرة القدم. أيضا في خبر يعني حلو تاني، أنه ضمن كلامنا بالحديث عن اللاعبين من أصول سورية قال لي أنه ترقبوا في الأيام القليلة الماضية هناك لاعبين أو ثلاث لاعبين أو لاعبين على الأقل من أصول سورية مهمين رح ينضموا إلى منتخب سوريا. طبعا ما رح نقول شو الأسماء حفاظا على خصوصية الموضوع وأنه يتم على أفضل وجه، وأنا بتمنى أنه يصير الموضوع على أكمل وجه، لأنه مثل ما حكينا أنه نحن بهمنا يكون هلأ منتخب سوريا بأفضل حال. الشغلات الإيجابية منضوي عليها والشغلات السلبية أيضا نحكي فيها. عمل الاتحاد من خلال موضوع اللاعبين من أصول سورية وأنه بده يجيب اللاعبين المهمين مثل أيهم أوسو وغيره، هذا شيء ترفع له القبعة. كان لابد أني أحكي بهذا الفيديو عن هذا الموضوع، وبالتالي أنا يعني نقلت ما قاله لي مصدر رسمي. ما بنعرف الأيام القادمة شو ممكن يصير، ممكن تغير الأمور، ممكن نحن ما بنعرف. يعني هذا الموضوع عائد إلى المسؤولين الرياضيين في سوريا، لكن الخبر الرسمي اللي يعني أنا به منذ دقائق قال لي إنه هذا الموضوع لا يسبب مشكلة للاعب. والخبر الثاني إنه طبعا في لاعبين قادمين، أنا بتمنى يكونوا اللاعبين القادمين يعني مثل لبالي يضبطوا معهم، لأنه حيكونوا إضافة جدا مهمة لمنتخب سوريا. أصدقائي يعني أنا لما سمعت الخبر أول شيء قلت العمى، يعني وما صدقنا إما تفرحنا أنه في لاعب مهم. إن شاء الله تكون دائما بالأخبار الإيجابية وجميلة، وإن شاء الله تكون دائما أخبار مفرحة لمنتخب سوريا، وبانتظار أيضا مثل ما حكينا كل التفاصيل القادمة. أصدقائي تعليقاتكم أيضا
دعمكم كثير مهم لحتى انا ابقى كل يوم على تواصل معكم ووضعكم بمسجدات ما يجري مع منتخب سوريا واتحاد كرة القدم وايضا كرة القدم السورية. باي باي.